ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على معرة النعمان، والدفاع المدني يؤكد مسؤولية روسيا عن الهجوم. تركيا تلوح بعملية عسكرية ضد قسد إذا استمر تهديد أمنها وفشل إنشاء المنطقة الآمنة. ولاية اسطنبول تمهل السوريين المخالفين حتى 20 آب للعودة إلى مكان إقامتهم الأصلية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة المنتصف من قناة حلب اليوم. نفت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن قصف السوق الشعبي في مدينة معرة النعمان والذي خلف عشرات الضحايا، فيما أكدت منظمة الدفاع المدني أن طائرة روسية أقلعت من مطار حميميم هي من قصف معرة النعمان. الله أكبر، الله أكبر. ما إن انجلى غبار القصف الروسي عن مدينة معرة النعمان حتى ظهر حجم الدمار في المكان المستهدف. أبنية بأكملها سويت بالأرض وكأن زلزالا ضرب المنطقة، حيث عملت فرق الدفاع المدني لساعات طويلة على استخراج القتلى والبحث عن ناجين. منظمة الدفاع المدني قالت إن الطيران الحربي الروسي ارتكب مجزرة في سوق مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، راح ضحيتها 39 قتيلا بينهم متطوع من الخوذ البيضاء وأربعة أطفال وأربع نساء، إضافة لعشرات المصابين. المنظمة أكدت أن فرقها رصدت إقلاع طائرة حربية روسية من مطار حميميم، وهي التي نفذت 4 غارات جوية على مدينة معرة النعمان. بيان وزارة الدفاع الروسية وعبر وكالة تاس نفت المسؤولية عن قصف السوق الشعبي في معرة النعمان، ووصفت تصريحات منظمة الخوذ البيضاء بأنها كاذبة. اليوم الدموي في إدلب شمل أيضا مدينة سراقب، حيث قتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وأصيب 4 آخرون جراء غارة جوية بـ4 صواريخ دفعة واحدة نفذها طيران النظام، كما ألقى الطيران المروحي براميله المتفجرة على بلدة كفرومة ليخلف القصف قتيلين وإصابة آخرين من المدنيين. ينضم إلينا من ريف إدلب مراسل حلب اليوم منصور الصبرة وعبادة ذكرى مدير قطاع الدفاع المدني في معرة النعمان. أستاذ عبادة، ما حصيلة ضحايا قصف النظام وروسيا لمناطق ريف إدلب يوم أمس وأين توزعت؟ طبعا الاستهداف كان يوم امس الاستهداف المباشر للسوق الشعبي في مدينه معرة النعمان، السوق المالي والمكتظ بالسكان المدنيين. طبعا الى ساعات الصباح كانت فرق الدفاع المدني تعمل عن البحث عن ناجين ومفقودين بين الانقاض. طبعا حصيله الشهداء وصلت الى 39 شهيد، من بينهم عنصر متطوع في الدفاع المدني السوري، واكثر من 70 مصاب تم نقلهم الى المشافي الميدانيه القريبه بفعل الغارات الجوية على مدينة معرة النعمان. منصور، هل ما زال التصعيد مستمرا في إدلب وأين تركز القصف اليوم؟ نعم، لا زال حملة القصف الجوي لقوات النظام وأيضا للطائرات الروسية لا تزال متواصلة ضد مدن وبلدات الشمال السوري. اليوم كان سجل مقتل مدني في مدينة جبالة بريف إدلب الجنوبي جراء غارات جوية، إضافة إلى إصابة عدة مدنيين في كل من بلدة رسامس ودير سنبول. اليوم كل من أطراف مدينة معرة النعمان وكذلك خان شيخون وبلدات تل الطرقان ومعرزيتا وحيش جميعها تعرضت لغارات جوية من قبل طائرات النظام والطائرات الروسية. اليوم شهد هذا التصعيد امتدادا جغرافيا، حيث أطال بلدات في ريف حلب الجنوبي، سجل إصابة عدة مدنيين في بلدة العثمانية في ريف حلب الجنوبي جراء غارات جوية طالت بلدة العثمانية، إضافة إلى كل زمار وجزرايا والإيكاردا. في ريف حماة الشمال أيضا كان هناك قصف بالبراميل المتفجرة استهدف مدينة مولك، إضافة إلى براميل أيضا متفجرة طالت بلدة السرمانية في ريف حماة الغربي. نعم منصور، أعود إليك أستاذ عبادة، روسيا تنفي قصف معرة النعمان، ما هو موقف الدفاع المدني من التصريحات الروسية؟ طبعا الإدارة العامة للدفاع المدني السوري أكدت في بيان أن الطائرة الحربية الروسي
التي كانت تحلق بشكل دائري فوق مدينة معلة النعمان في حوالي الساعة 8:30 يوم أمس، وهي التي ألقت الصواريخ شديدة الانفجار على المدينة. طبعا الغارة الأولى كانت تقريبا حوالي 8:30 و5 دقائق، استهدفت السوق الشعبي، وبعدها أيضا حلقت بشكل دائري بعدما وصلوا فريق الدفاع المدني إلى المكان المستهدف لانتشال المصابين والضحايا من بين الأنقاض. استهدف فريق الدفاع المدني أيضا الطائرة الحربية الروسية ذاتها بغارة مزدوجة، أدت إلى شهيد من عناصر الدفاع المدني وعدة مصابين. وبعد 4 أو 5 دقائق عادت الطائرة الحربية الروسية نفسها وألقت غارتان أيضا على مدينة معلة النعمان، فكانت الحصيلة 4 غارات جوية على المدينة وغارتان مزدوجتان في السوق الشعبي المكتظ بالناس المدنيين. وأيضا في هذا اليوم الطائرة الحربية الروسية استهدفت مدينة معلة النعمان في الريف الشرقي ب4 غارات، أدت إلى إصابتان وحرائق ضخمة تم إخمادها من قبل الدفاع المدني. أعود إليك منصور، كيف بدت الأوضاع على خطوط المواجهات بين قوات النظام وفصائل الثوار؟ نعم ياسر، بالأمس أعلنت غرفة عمليات الفتح المبين عن حملة قصف صاروخي ضد مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي والغربي، ردا على المجازر التي ترتكب هنا في الشمال السوري. اليوم أيضا كان هناك حملة قصف ثانية أعلنت عنها الجبهة الوطنية للتحرير، كذلك كان استهداف لقاعدة كوردينات قوات النظام على الحاجز أبو زهير في ريف حماة الشمالي. بالمجمل الرد الفصائل يكون غالبا عبر الاستهداف مجموعات النظام وأماكن تمركزه على خطوط الجبهات، إضافة إلى القصف الصاروخي والمدفع الذي يستهدف قوات النظام في عمق ريف حماة الغربي. نعم أستاذ عبادة، ما مدى قدرة الدفاع المدني على تلبية احتياجات المناطق التي تتعرض للقصف؟ طبعا نحن فريق الدفاع المدني منتشرين في كل مكان الآن في ظل هذه الحملة الشرسة التي تقوم بها قوات النظام مع حلفاء من روس بالقصف المتعمد على السكان المدنيين والأسواق الشعبية والمشافي الميداني والمناطق الحيوية. طبعا نحن فريق الدفاع المدني نعمل على شكل طوارئ، فرق طوارئ منتشرين في كل مكان في المعدات والآليات للوصول إلى الأماكن بشكل أسرع. طبعا نقوم بجميع الاستجابات رغم القصف المستمر ورغم الغارات المزدوجة التي تعيق عملنا. أشكرك أستاذ عبادة، كنت معنا من الشمال السوري، والمراسل حلب اليوم منصور كنت معنا من معرض النعمان. أشكركما على كل هذه التفاصيل التي زودتمونا بها. قتل وأصيب عدد من المدنيين إثر سقوط قذائف في مدينة حلب بحسب ما أفادت وكالة سانا التابعة للنظام. ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب أن قذائف صاروخية سقطت في حيي الحمدانية والجميلية، مصدرها ما وصفها بالمجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الراشدين، ما تسبب بمقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين، فيما لم يعلن أي فصيل حتى الآن مسؤوليته عن القصف. هددت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في حال لم تتم إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا وإذا تواصلت التهديدات ضد أمنها. جاء ذلك في وقت تعرضت بلدة تركية بمحافظة شال أورفا لقصف صاروخي مصدره الأراضي السورية أوقع جرحى بين المدنيين. بعد التهديدات المتزايدة من قوات سوريا الديمقراطية تجاه أنقرة، حشدت تركيا قواتها على الحدود مع سوريا في ولاية شان لأورفا. تصاعد الموقف حتى وصل أمس الاثنين إلى سقوط قذيفتين مصدرهما الأراضي السورية على منزل في قضاء جيلان بينار في الأراضي التركية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح بينهم حالة حرجة وفق وكالة الأناضول التركية. الرد التركي كان بتدمير 7 أهداف داخل الأراضي السورية بعد قصفها بالسلاح الثقيل وفق بيان لوزارة الدفاع التركية، مؤكدا أن هذه الأهداف كانت محددة مسبقا. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أن بلاده ستبدأ عملية عسكرية شرق الفرات في حال لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا أو حال استمرت التهديدات الأمنية لتركيا. وقال في مقابلة مع قناة تي جي آر تي
إن أنقرة أبلغت واشنطن بأن عليها ألا تستخدم القتال في إدلب ذريعة لتجاهل المنطقة الآمنة المقترحة إقامتها في شرقي البلاد. هذه الأحداث تتزامن مع وصول جيمس جيفري إلى أنقرة للتباحث في المخاوف الأمنية التركية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن الحل في سوريا وضمان هزيمة تنظيم الدولة. ينضم إلينا من اسطنبول طه عودة أوغلو الخبير بالشأن التركي. أهلا بك أستاذ طه. ما الذي يقف وراء تباطؤ الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنطقة الآمنة؟ مساء الخير بداية لك والسادة المشاهدين. يعني من دون شك أعتقد هذه الزيارة التي يقوم بها جيفري إلى أنقرة هي الأهم خلال الزيارات أو منذ الزيارات التي قام بها طيلة الفترة الأخيرة الماضية. الآن الحديث عن المنطقة الآمنة وليس الحديث فقط عن التشكيل، هناك عن الأمور التقنية يعني كما يقول هنا الأتراك، ولكن وجهة نظري خلال المباحثات التي جرت بالأمس وما زالت مستمرة إلى حتى هذه اللحظة الأمور غير واضحة تماما. نلاحظ اليوم جبري في أنقرة، هناك وفد أمريكي موجود في منطقة شرق الفرات، كل هذه الأمور يعني لم تتضح بشكل جلي. أيضا هناك هذه الزيارة تأتي بعد فترة من يعني التوتر في العلاقات التركية الأمريكية بعد أيام قليلة من وصول صواريخ S-400. هل هي هذه الزيارة زيارة جبر إلى أنقرة لإقناع تركيا أو تطمين تركيا بأن الأمور هي سوف تسير على ما يرام، وخاصة فيما يتعلق بالمخاوف التركية من الوحدات أو وجود الوحدات الكردية في شمال العراق؟ أستاذ طه، ما مدى إمكانية أن تتحرك تركيا بشكل منفرد ضد قسد شرق الفرات؟ يعني أعتقد التصريحات التي أدى بها بالأمس وزير الخارجية التركي رفع سقف كبير. أنا أعتقد أن التصريحات نعم هي تنم وتدل على نوع من هناك الضجر التركي من المماطلة الأمريكية. كما تعلمون الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في ديسمبر الماضي موضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنسحب وأن تشكيل المنطقة الآمنة هي باتت وشيكة، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد هناك تطورات على أرض الواقع. ولكن على كل أحوال لا أعتقد أن تركيا سوف تقوم، نعم هناك تعزيزات عسكرية، هناك حشود كبيرة، ولكن أن تقوم مفردها من دون الحصول على توافقات من قبل واشنطن أو موسكو هذا من الصعب جدا في ظل الوضع القائم حاليا داخل تركيا وحتى في المناطق المخارجة المجاورة. شكرا جزيلا لك أستاذ طه، كنت معنا من اسطنبول. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بعد انتشارها في ريف حلب، مركز راجو الصحي يفتتح مركزا جديدا لعلاج حبة الليشمانيا.
مرحبا بكم من جديد في نشرة المنتصف، وكنا تحدثنا في جزئها الأول عن اتهام منظمة الدفاع المدني روسيا باستهداف السوق الشعبي في مدينة معرة النعمان والذي خلف عشرات الضحايا المدنيين. وفي متابعتنا لتفاصيل النشرة، أمهلت ولاية اسطنبول السوريين المقيمين فيها والذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلي خلال مدة أقصاها 20 من شهر آب المقبل. تتسارع خطى إدارة الهجرة التركية في ولاية اسطنبول لإيجاد حل للاجئين فيها بعد إجراءات مشددة من قبل الحكومة التركية على مدى الأيام الماضية ضد اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص. بدأ الوضع يهدأ قليلا مع إعلان مديرية الإعلام والعلاقات العامة في ولاية اسطنبول التركية عن تفاصيل جديدة في قرار اتخذ اليوم. ينص القرار على إعطاء اللاجئين السوريين المسجلين في ولايات غير اسطنبول مهلة حتى 20 من شهر آب للعودة إلى الولايات التي استخرجوا أوراقهم منها، ومن سيتخلف عن هذا التاريخ سيتم ترحيله إلى ولايته بمجرد إمساك الشرطة به. أما من لا يحمل بطاقة الحماية المؤقتة سيتم توزيعهم على الولايات التركية واستخراج الكملك لهم. كما أكد البيان على استمرار الإجراءات المشددة بحق اللاجئين في إطار عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية في ولاية اسطنبول. وكان منبر الجمعيات السورية قد قال أمس على لسان مديره الدكتور مهدي داود لحلب اليوم إن وضع المرحلين إلى سوريا رغم حملهم للكملك الصادر من اسطنبول تتم دراسته مع الجانب التركي من أجل عودتهم مرة أخرى إلى هذه الولاية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبين إصدار رئاسة جامعة دمشق التابعة لحكومة الأسد قائمة عقوبات بحق عدد من الطلاب قاموا بنشر تدوينات تنتقد الجامعة وآخرين قاموا بالتفاعل مع هذه المنشورات. جامعة دمشق من صرح رائد في التعليم إلى أداة لقمع طلابها، حيث اتخذت رئاسة الجامعة إجراءات عقابية بحق عدد من الطلاب على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الجامعة. قرار بفصل وإنذار 9 طلاب من كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد بعد أن نشرت طالبة على حسابها في فيسبوك منشورا رأته لجنة الانضباط مسيئا للجامعة. عقوبات لجنة الانضباط لم تقتصر على صاحبة المنشور فحسب، بل شملت أيضا المتفاعلين معها في ظاهرة اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليست غريبة من نوعها في سوريا. قرار لجنة الانضباط لاقى ردود أفعال ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونوه العديد من المتابعين إلى ضرورة الرفع من سوية النظام التعليمي في الجامعة بدلا من ملاحقة الطلاب على مواقع التواصل. موقع روسيا اليوم نقل عن مصدر من الجامعة قوله إن ذلك الإجراء نوع من العقوبة الزجرية بسبب وجود شتائم في التدوينات، كما أشار إلى أن تلك العقوبات لا تسجل في سجل الطالب وأنها ليست نهائية، إذ يمكن للطلاب المعاقبين أن يلجأوا لمجلس تظلم. ووفق ما أورد موقع ويب ماتريكس المتخصص بتقييم الجامعات حول العالم، جاءت جامعة دمشق في المرتبة 3654 على مستوى العالم، ما يعني أن جامعة دمشق التي كانت ذات يوم صرحا علميا كبيرا بدأت تتراجع يوما بعد آخر في عهد نظام الأسد والقائمين على الجامعات في مناطق سيطرته بحسب التصنيف. ارتفعت معدلات الانتحار والأمراض النفسية داخل مدينة حلب منذ سيطر النظام عليها قبل نحو 3 سنوات، وقال مدير مشفى ابن خلدون للأمراض النفسية والعقلية التابع للنظام بسام الحايك إن 100 حالة انتحار توثق أسبوعيا في حلب يتم إنقاذ 99 منها. وأضاف الحايك في حديث لصحيفة الوطن الموالية أن حالات الانتحار ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات 3 الماضية، مشيرا أن غالبية هذه الحالات تتم عن طريق شرب الأدوية. حذرت الأمم المتحدة من تعرض حياة أكثر من 10 ملايين سوري للتهديد بسبب تواجدهم في مناطق ملوثة بالألغام، ودعا نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق جميع الأطراف في سوريا للسماح بإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات وغيرها،
وضمان احترام وسلامة العاملين في المجال الإنساني المسؤولين عن إزالة الألغام. تعرض مئات المدنيين في ريف حلب الشمالي لأخطار مخلفات الحرب وتنظيم الدولة، لا سيما الألغام التي حصدت أرواح العشرات وتسببت بإصابات بالغة. إرادة الحياة والأمل بغد أفضل تدفعان بسوريين على مقاومة الصعاب التي يمرون فيها. عيسى العيسى عاد إلى قريته في ريف حلب الشمالي بعد عام ونصف من النزوح بسبب سيطرة تنظيم الدولة على المدينة، وعلى الرغم من ذلك لم يسلم من إجرام التنظيم. كنت أشتغل هون بالمنطقة بالقرى الحوالينا، والحمد لله ميسور الحال، ماشي حالي، كان أموري تمام التمام، متزوج وعندي 4 بنات وعندي صبي. أجد داعش على المنطقة، نزحنا، تمينا بالمخيم شغلة 1.5 سنة، بعدين تحررت المنطقة، رجعنا تفاجأنا بكثير ألغام عنا بالضيعة. الألغام حطتها داعش، زرعتها يعني كلها للمدنيين، زرعتها يعني رجعنا على أراضي زراعية لقينا فيها آلاف الألغام، يعني الضيعة كان فيها آلاف الألغام. صرنا نحاول نساعد الناس إنه نشوف مهندسي الألغام، ندلهم على الألغام اللي حاضي، نوعي الناس. صاحوا لي ناس شباب 2، قالوا لي في لغم موجود بحرف الطريق جنب بيتك، فشلت وحاولت أبعده عن الطريق، ففجر بين إيدي، اتصوبت، سعفوني على تركيا، تمي شغل 6 شهور معالج وما علاج، راحوا إيدي 2 باللغم. لم يمنع عيسى فقدان يديه من العودة إلى قريته مجددا واستكمال حياته، ولم توقف سنوات الحرب الطويلة السوريين عن التكافل. بمساعدة أهالي القرية بات عيسى يمتلك اليوم متجرا يعينه على إعالة أسرته. بعد العلاج رجعت على سوريا، رجعت على بيتي، بيتي مدمر، ساعدوني ناس لحتى عمرته. بحب وجه رسالة للمصابين، للي راحت ايديهم، للي راحت اجريهم، للي تصابوا، لا يأسوا، لا يأسوا من الشيء اللي صار معاهم، لازم يكونوا متفائلين مثل حكايتي. انا نويت انه افتح دكان اعيش منه، والحمد لله هلا يعني بطلع وبفوت وببيع ودكاني ماشي حاله، والحمد لله رب العالمين. يحاول عيسى جاهداً التأقلم مع وضعه الجديد، حيث يريد أن يبني مستقبلاً لأطفاله متحدياً كل الصعاب التي يمر بها، وأن يبقى بطلهم ومعيلاً لأسرته. يعاني نحو 40,000 نسمة في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي من ضعف الخدمات الرئيسية كالكهرباء ومياه الشرب، إضافة لانعدام فرص العمل. دير الزور التي فتك بها تنظيم الدولة، انعكاس الحرب التي شهدتها المحافظة بمدنها وأريافها، بات جليا على الحياة المعيشية عقب خروج التنظيم. بلدة الصور في أقصى شمال دير الزور تفتقر للخدمات الأساسية، الكهرباء، مياه الشرب، والصحة والتعليم، والقائمة تطول. الوضع المعيشي تعبان جدا، مي ما بي، خزان 4 براميل ب1500 ليرة، مولدات هاي اشتراك على الامبير ياخذون 2500، المروحة ما تدور، زراعة ما بي، كهرباء ما بي، صارنا أكثر من 5 سنين ما شفنا الكهرباء. نحو 40,000 نسمة عاشوا 5 سنوات من الظلام دون كهرباء، وما يزيد الطين بلة هو انعدام فرص العمل، ما دفع شباب البلدة للهجرة إما إلى خارج سوريا أو الاتجاه نحو المدن الأكثر نشاطاً. وعم تطلع أكثرية العالم برات المناطق هاي كلها عامة، يعني أكثرية العالم تترك أعائلها هنا في سبيل الأمن على لقمة العيش تبعث لي، وأكثرية العالم تركت الأراضي اللي هون الزراعة وتركت محلاتها في سبيل شنو؟ تروح تلم يعني مثل ما تقول لقمة العيش وترجع. نساء البلدة أيضا يساهمن في مساعدة رجالها بالانخراط في الأعمال والمهن اليدوية أو الزراعية نظرا لطبيعة البلدة وقربها من نهر الخابور. والله وضعنا تحت الصفر، خزان المي ب1500، خضرة غالية، كهرباء ما بي، وضعنا تحت الصفر. اليوم بدنا احنا يا النساء نشتغل نعيش اطفالنا، يعني حاله ما تحت الصفر الوضع، وشرد نسوي جبار، يعني قارها يقول لك تعبي ب1500، عب ما تعب هذا يعني انا
تبقى الخدمات في أرياف دير الزور بعد انتهاء العمليات العسكرية العامل الرئيس في عودة الاستقرار إلى المنطقة، لا سيما بعد الدمار الكبير التي تعرضت له معظم مدنها الرئيسية. أعلن مركز راجو الصحي شمال حلب افتتاح قسم جديد لعلاج حبة الليشمانيا ليكون المركز الأول في المنطقة الذي يوفر المصل المضاد. في منطقة عفرين بريف حلب الشمالية افتتح مركز راجو الصحي قسما جديدا لمعالجة حبة الليشمانيا بعد ازدياد عدد المصابين بها، لا سيما مع طبيعة المنطقة الزراعية بامتياز ما يزيد من مخاطر الإصابة بها. من بداية الشهر السابع بلشنا باستقبال الحالات الخاصة بالليشمانيا اللي عم تنتشر أكثر شيء بالمناطق المكشوفة من جسم الإنسان مثل الوجه والإيدين والرجلين. الإقبال على قسم الليشمانيا جيد جدا، نسبة إنه الدواء ما كان متوفر قبل، من جديد صار متوفر بالمركز عنا. يقدم مركز راجو الصحي بقسم حبة الليشمانيا الخدمات الطبية بشكل مجاني لنحو 60 قرية تابعة للناحية، إضافة إلى تقديم العلاج والأدوية بشكل مجاني، ما وفر على الأهالي والمهجرين إلى المنطقة تكاليف مادية واختصار الوقت والمسافات. حاليا أنا عندي بنت أخوي صابت نفس المرض بوشة يعني بخدة، لقينا فتح مستوصف راجو بالعلاج هذا مجانا ووفر علينا وقت الحمد لله، والله يعطيه العافية، والدواء متوفر كثير يعني. أكثر من 100 حالة استقبلها مركز راجو منذ بداية الشهر الجاري، عدد ليس بقليل نسبة لعدم علم الأهالي بعد بتوفر المصل والعلاج في المركز، فيما يسعى الكادر الطبي على نشر الوسائل الوقائية في المنطقة للحد من انتشار الليشمانيا. نهاية النشرة، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب today tv.net. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بود.